السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد اللي غندير فيه المعادلات ديال اللوغاريتم. مثلا الى عندي ln جوج اكس يساوي صفر، المعادلة بغينا نحلوها. ودائما ما ننسوش بان المعادلة حل المعادلة هو ايجاد قيمة المجهول اكس، يعني نلقاو اكس. ولكن هنا في اللوغاريتم، عندنا شي شروط خصنا نحترموهم، هو انه خصني بعدا نحدد مجموعة التعريف ديال ما بداخل ln. دونك كاين اللي غادي يقول راه قلتي لنا مجموعة التعريف هي صفر زائد ما لا نهاية. دونك قلنا احنا مجموعة التعريف ديال صفر زائد ما لا نهاية ديال اش ديال ln اكس. ملي كيكون عندي اكس بوحدو، كنقولو صفر زائد ما لا نهاية. وكيلا عندي بزاف هنا داخل ديال ln، بحال هنا عندي جوج اكس، يعني خصني نلقى اكس بعدا هو الاول. هنا مثلا عندي اكس ناقص واحد، باغا تمشي فيما لقيتش ln صافي نقول مجموعة التعريف هي صفر زائد ما لا نهاية. دونك الا عندي اكس بوحدو، الا عندي شي عدد اخر، شي حاجة اخرى، شي تعبير ولا شي صيغة اكبر من هذه في ln، راه غنشوفو كيفاش كنجبدو مجموعة التعريف ديالها. مثلا عندي جوج اكس، دونك المبدأ اللي كنخدمو عليه حنا هو انه ما بداخل ln خصو يكون موجب قطعا، يعني اللي بغا يكون خص يكون موجب قطعا. ومن بعد كنشوف اكس كيفاش خصو يكون، يعني مثلا يقدر يكون هنا مثلا عندي جوج اكس يساوي صفر، ln جوج اكس انا مجموعة التعريف ديالها شنا هي، هنا دي دو ان يكافي، دونك هذا رمز ديال التكافؤ، هادي كنديروها ديما، اكس ينتمي الى دي اف يكافي. دونك اللي كيهم هو ان هاد جوج اكس هذا قلنا ما بداخل ln خصو يكون موجب قطعا، يعني جوج اكس يكون اكبر قطعا من الصفر. و الا كان جوج اكس كبر قطعا من الصفر، دونك هذه متراجعه، يعني اكس كيفاش خصو يكون باش تكون جوج اكس كبر من الصفر، يعني بلا ما يجينا الغموض. جوج اكس كبر من الصفر يعني باش نقدر مثلا نقسم على جوج هنا ونقسم هنا على جوج. الا قسمت جوج اكس على جوج اش غيبقى ليا؟ اكس. ولا قسمت صفر على جوج، صفر انا كنقسمو على اي عدد كيعطيني صفر، دونك اكس اكبر من الصفر، دونك خص يكون اكس اكبر قطعا من الصفر، يعني دي دو اف تساوي صفر زائد ما لا نهاية. دونك هنا عاوتاني كاين اللي غيقول مع راسو انا باغي نحل المعادلة، اش بغيت مجموعة التعريف؟ دونك هنا خصني نحدد بعدا مجموعة التعريف باش ملي كنلقاو الحلول اللي الا كانوا هنا راه كيتقبلوا، الا ما كانوش هنا راه ما كيتقبلوش كحلول للمعادله. دونك اي حل لقيناه خصو ينتمي للمجموعه ديال التعريف ديال الداله ln. دابا غنرجعوا للمعادله، عندي ln جوج اكس يساوي صفر، لدينا ln جوج اكس يساوي صفر يكافي. هنا غندخل واحد الخاصيه كنستعملوها في المعادلات، إذا عندي ln ديال واحد العدد بحيث هذا العدد موجب قطعا كيساوي ln ديال واحد العدد آخر موجب قطعا. إلا عندي هنا ln وهنا ln ولكن ميكون حتى شي عدد برا، يعني تكون عندي ln ديال واحد العدد يساوي ln ديال واحد العدد، يكافي أن هذا العدد A كيساوي عدد B، يعني أن A كيساوي بي. دونك هادشي هادي هي الخاصية اللي كاينة. دونك مثلا هنا دابا إلا بغينا نستعملو هادي هنا غنقولو ما عندناش الإيلان، ما عنديش هنا الإيلان باش نحيد الإيلان هنا ونحيد هنا الإيلان. ولكن درنا في الفيديو السابق شكون اللي كيعطينا صفر؟ إيلان ديال اش؟ إيلان ديال واحد. دونك هنا إيلان ديال واحد كيساوي صفر، نحيد صفر وندير في بلاصتو، دونك هاد صفر هذا غندير في بلاصتو إيلان واحد. دونك راه ماشي دخلت ln ولا شي حاجه، ln ديال واحد كنعوض صفر بln ديال واحد. وهنا عندي ln جوج اكس يكافي. دابا غنطبق هاد الخاصيه، ln a يساوي ln b، يعني ان a يساوي b. دونك عندي هنا ln وهنا عندي ln a، يعني ان هاد جوج اكس كتساوي واحد، جوج اكس يساوي واحد. دونك هو داك ln مشى، باقيش دابا غتبقى عندي معادلة بسيطة غنحلها ونلقى إكس. دونك هنا عندي جوج إكس يساوي واحد، إلا بغينا إكس، دونك عندي جوج مضروبة في إكس، هاد الجوج هادي عندي هنا الضرب، نقدر نقسم هنا على جوج ونقسم هنا على جوج، دونك شنو غيكون عندي؟ غتكون عندي جوج إكس مقسومة على جوج تساوي واحد، دونك نقسم على جوج
حتى هنا غادي نقسم على جوج، وقسمت على جوج نقسمت على جوج. هنا غنختار زوج جوج، غتبقى ليا اكس يساوي واحد على جوج. اكس يساوي واحد على جوج، ما غاديش نقولوا اذا حل المعادله هو اكس يساوي واحد على جوج، هو واحد على جوج. ما غاديش نقولوا بلي حل المعادله هو واحد على جوج حتى نشوف واش جاك واحد على جوج، واش كاين في هذا المجال صفر زائد معناه صفر زائد معناه الا درنا. دونك نديرو مستقيم مدرج، يعني اللي كيبان ليه داكشي غامض يدير المستقيم. مثلا عندي صفر واحد جوج ثلاثة حتى زائد معناه. دونك مجموعة التعريف هي هادي، هادشي اللي لون دابا بالملون. واش واحد على جوج كاينة هنا؟ عندي صفر واحد على جوج هي النص، يعني صفر ونص ممكن، يعني كاينة. بما ان دونك واحد على جوج ينتمي الى دي دو اف كي مجموع التعريف، اذا حل المعادله هو دونك نقولوا بان حل المعادله هو واحد على جوج. اذا اس مجموعه الحلول كتساوي واحد على جوج. دونك دائما هذه كنديروها في الاخر ديال المعادله، ولا كنكتبوا اذا حل المعادله هو واحد على جوج. دابا ندوزو للمثال الثاني، ضروري نديرو مجموعه التعريف هي الاولى. دونك اكس ينتمي الى دي دو اف يكافي، دونك هنا عندنا جوج ديال الان، الان ديال اكس ناقص واحد والان ديال جوج اكس زائد ثلاثة. انا ما كيهمنيش يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا يكونوا، اللي الداخل ديال اي الان خصو يكون موجب. دونك هاد الان هادي اشنو الداخل ديالها؟ اكس ناقص واحد خصو يكون موجب. عندي الان اخرى داكشي اللي الداخل ديالها خصو يكون موجب، جوج اكس زائد ثلاثة اكبر قطعا من الصفر، خصو يكون اكبر قطعا من الصفر يكافي. اكس ناقص واحد اكبر من الصفر، دونك هنا عندي اكس ناقص واحد، غنزيد هنا واحد ونزيد واحد في الجهه الاخرى باش نتخلص من داك ناقص واحد. ان هاد الجهه هي الدار ديال اكس، خص يكون فيها غير اكس هو اللي يسكن فيها، والجهه الاخرى ديال الاعداد المعلومه. دونك هنا عندي اكس، غنزيد هنا واحد ونزيد هنا واحد، دونك غيبقى لي اكس اكبر من واحد، حيت زدت هنا واحد ناقص واحد زائد واحد هي صفر، وهنا غيبقى ليا صفر زائد واحد هي واحد. و كل معادلة كنحلها بوحدها. دابا حليت هادي بوحدها، ولا عفوا متراجعها ماشي معادلة حيت فيها أكبر ولا أصغر. جوج إكس زائد ثلاثة أكبر من صفر، دونك غنتخلص من هاديك. هنا عندي جوج إكس زائد ثلاثة أكبر من صفر، وبغيت نجبد إكس خصني نحيد جوج وثلاثة نحيدهم من هنا يمشيو للجهة الأخرى، ولكن شكون اللي غنسبق فيهم؟ دونك خصني نسبق. هنا عندي الضرب، هنا عندي الجمع، هذا اللي لاصق مع اكس كنخليه، كنسبق الثلاثه هي الاولى كنحيدها، هاد الزائد ولا ناقص عاد كنرجع نحيد الجوج. دونك غنحيدو ثلاثه، غنقصو هنا ثلاثه وغنقصو هنا ثلاثه، ثلاثه ناقص ثلاثه هي صفر، وصفر ناقص ثلاثه هي ناقص ثلاثه. دونك غتكون عندي جوج اكس اكبر من ناقص ثلاثه. ثم دونك مازال ما لقيتش اكس، حتى كنلقى القيمه ديال اكس هنا لقيتها، ما باقيش كنزيد حتى شي حاجه، كنعاود نكتب اكس اكبر من واحد. هنا باقي عندي جوج اكس، خصني نحيد ديك الجوج. دونك هنا غنقسم على جوج، حيت هنا عندي الضرب ماشي غنقص جوج، غنقسم على جوج وهنا غنقسم على جوج. دونك غنقسم على جوج، هنا غتبقى ليا اكس وهنا غتبقى ليا ناقص 3 على جوج. دونك هنا عندي شويه ديال الخدمه، غنمشي عاوتاني للمستقيم، غنمشي للمستقيم باش نعرف اشنا هي المجموعة اللي غادي تحترم ليا هاد الشروط بجوج. دونك اكس خصو يكبر يكون كبر من واحد، يعني من هنا للفوق، وخاصو يكون كبر من ناقص ثلاثة على جوج. ناقص ثلاثة دونك عندي ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة على جوج هي ناقص واحد فاصلة خمسة، خصو يكون كبر من ناقص واحد. دونك فين كيتقاطعو هادو بنظركم؟ كيتقاطعو هنايا فين كاين جوج ديال الألوان. دونك غيكون عندي واحد، يعني واحد للفوق يكافي، يكافي ان دي دو اف تساوي دونك واحد زائد ما لا نهايه. دونك مجموع التعريف هي واحد زائد ما لا نهايه. دونك اكيد غيكون غيبان لكم هادشي شويه صعاب، ولكن غير شويه ديال الوقت انا راه غادي داكشي غير من بعد غيجيكم ساهل. ثم غنمشي دابا نحل المعادله. دونك دابا عندي الان ديال واحد العدد كيساوي الان ديال واحد العدد اخر، يعني ان هذا كيساوي هذا. دونك يكافي اكس ناقص واحد، هذا اللي داخل ديال الالم، يساوي جوج اكس زائد ثلاثة.
دونك قلنا لي زيكس خصهم يسكنوا في دارهم دونك خصني نجيب هاد جوج اكس لهنايا دونك كيما قلنا كنزيدوا ولا كنقصوا ولا كاينه طريقه اخرى مثلا عندي هنا زائد الى رجعته لهنا غيولي ناقص دونك غيولي عندي هاد اكس هذا بقى في بلاصتو دونك ما نغير ليه حتى شي حاجه هاد جوج اكس كان هنا عنده زائد ارجع لهنا ولا ناقص هاد ثلاثه غتبقى في بلاصتها دونك ما نبدل ليها حتى حاجه هاد ناقص واحد غنديه للجهه الاخرى ديالي يساوي غيولي ما غيبقاش ناقص غيولي زائد دونك كان هنا ناقص غيولي زائد واحد اكس ناقص جوج اكس شنو هو المعامل ديالو هو واحد وهذا المعامل ديالو جوج واحد ناقص جوج هي شحال هي ناقص واحد هي ناقص اكس يكافي ناقص اكس ثلاثة زائد واحد هي أربعة واش لقيت الحل ديال المعادلة واش لقيت الحل ديال المعادلة لا حيت باقي عندي هنا الناقص دونك غنضرب هنا في ناقص ونضرب هنا في ناقص غيكون عندي اكس يساوي ناقص أربعة دونك الحل ديال المعادلة هو ناقص أربعة مازال خصني نشوف واش ناقص أربعة كاين في هذا المجال هذا واش واحد جوج ثلاثة أربعة ثلاثة زائد ما واش ناقص أربعة كاين هنا طبيعة الحل لا حيت ناقص أربعة هو تحت من الصفر يعني ناقص أربعة لا ينتمي إلى دي دو إف إذا المعادلة ليس لها حل إذا اس تساوي ليس لها حل كنرمزو ليه مجموعة فارغة يعني صافي كنديرو عليه هذيك مجموعة فارغة دونك خص دائما قلناها هو لقينا الحل ولكن مكينتميش المجموعة ديال التعريف ونتمنى انكم استفدتوا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.